ورجعنا لكم بعد الفاصل مع أستاذنا محمد الشيخ، محلل سياسي مؤسسة مبادرة شباب مصر. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. محمد. أهلا وسهلا. أهلا بيك. الله يخليك. ازيك يا أنا أستاذ سعيد محمد؟ جدا باللقاء الجميل ده، وبشكركم وبشكر الإعلام الإيجابي اللي بيحاول يقدم دايما نماذج الوطنية اللي بتحاول دايما تكون في دعم الوطن ورفع القيمة بتاعت الدولة دايما. واحنا بنرحب بيك يا أستاذ محمد، أنت حد من الشباب المميزة بصراحة، واللي ليك اسم بأمانة. أنا مش بجاملك، لأن أنا بحب لو تلاحظ أن أنت على طول معايا في البرامج، لأن بجد أنت من النماذج اللي أنا بتشرف بيها وبقتدي بيها، وبتمنى ان شبابنا بجد يشوفوا النموذج ده، لان النموذج ده بجد بجد نموذج مشرف، انا مش بجامله، ليه اسم جدا على مستوى محافظة الجيزة، حد بينزل الشارع. شكرا. ايه هو استاذ محمد دور الشباب في التوعية؟ بص حضرتك، الشباب في مصر دلوقتي يمثل حوالي 65% من طاقة المجتمع، فإذا الدولة ما ركزتش كويس مع طاقات الشباب واستفادة منها في التوعية والوجود في التواجد في الشارع في ظل الأزمة اللي احنا بنعدي بيها الفترة دي، إن شاء الله تعدي بينا على خير إن شاء الله ونخرج منها في أيام قليلة قادمة إن شاء الله، ويكونوا اكتشفوا علاج للميكروب والفيروس ده. دور الشباب مهم جدا في التوعية في الشارع مع الناس الكبار، مع الناس أصحاب الأعمال غير المنتظمة، مع وجود إشاعات كتيرة بتطلع يوميا في الشارع، فدور الشباب لازم يكون متواجد للتوعية، التوعية ثم التوعية، لأن المرض ده مش هيخلص من البلد ويروح يعني في خبر كان، إلا صحيح. لما يكون عندنا وقاية كاملة وعندنا توعية مستمرة بهذا المرض وطرق الوقاية منه. شايف إيه الإجراءات اللي تتخذها الدولة اللي تكون إجراءات حازمة غير حظر التجوال؟ حظر التجوال برضو يا محمد عايزة أقول لحضرتك إني يعني موضوع ان احنا يبقى في فتره معينه بالليل والصبح، هل الميكروب هيبقى موجود بس بالليل والصبح؟ لا، ما ده المشكله الكبيره اللي احنا بنعاني منها اليومين دول، لان الدوله قدرت تسيطر على الـ الناس اللي هي تقدر تسيطر عليها اللي هي الجهات الحكوميه، المؤسسات الحكوميه، القطاع الخاص، فهي دي اللي الدوله قادره عليه، انما القطاع الخاص الدوله مش قادره تتعامل معاه في الفتره ديت انها تجبره ان هو يقعد الناس في البيت. واحنا المشكله اللي ظهرت حتى الرئيس، سياده الرئيس امبارح اعلن ان سياده يعني رفع فتره الحجر الصحي ل 28 يوم، لان ظهر ان بعض الحالات اللي تم الكشف عليها خلال ال 14 يوم الاولانيه خرجت في خلال اليوم ال 28 ظهرت عليها الاعراض. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا لازم نعمل وقايه اكتر في المطارات. ازاي كل الحالات اللي جات لنا دي جات لنا عن طريق المعابر والمنافذ اللي في المطارات؟ كل الحالات حوالي 90% منها جايه من السعوديه وايطاليا واسبانيا وفرنسا وامريكا، فكل ده معناه ان احنا ما عندناش الوقايه الكامله. الموضوع عنده ازاي يعني؟ ما هي دي عدى ازاي؟ لان انا يا دوبك بستخدم الجهاز اللي هو الكاشف الحراري، جهاز الكاشف الحراري ده مش جهاز يعني بالزبط. يقدر يديكي الاكيوريت بتاع المرض، انما في حاجات في تانية، الماسح ده، في المسحه دي ممكن تاخدي المسحة. مسحه من الانف دي بالزبط. اكتر حاجه اكيوريت تديكي في خلال 24 ساعه. تمام. دي اللي ممكن نستخدمها الفتره اللي احنا فيها دي، وناخد بيانات او معلومات عن طريق مثلا ان احنا نستخدم الميديا ونستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وفي تليفونات الخط مع المواطن اللي هو هيعدي معايا من جوه المطار، هاخد بياناته او صوره بطاقته او واخد منه المسحه دي يعني دي. تمام. ونديله الارشادات الكامله للوقايه، ان هو ما يكون في بيته ويكون بيتعامل مع جيرانه او اصحابه. طبعا في ناس كتيره، انا جات لي معلومه ان امبارح حد في محافظه المنوفيه جاء من ايطاليا وتوفى بعد 3 ايام من وصوله مصر، وابتدوا ان هم يعملوا حجر على كل الاسره وكل الشارع اللي هو ساكن فيه بالزبط. وقرايبه، فدي مشكله، لان انا لازم الاول اسيطر، أنا ممكن لازم اسيطر من البدايه من قبل ما لازم ينزل. اسيطر من البدايه يعني صح. الرئيس راصد، الدوله ما بتتاخرش وعامله اللي عليها. الرئيس راصد 100 مليار جنيه، ده رقم كبير جدا طبعا. وميزانيه يعني تفوق ميزانيه بتاعتنا كدوله لسه صحيح. بنبتدي ان احنا نقوم واحده واحده بعد كل المشاكل ال10 سنين من اول الثوره.
فاحنا لازم نوجه المبالغ دي للوقاية والإرشاد عشان ما نوصلش للمرحلة اللي نقدر نبقى داخلين فيها بنصرف الفلوس دي على علاج المواطنين لا قدر الله. يعني احنا مش داخلين في الكلام ده. وبعدين انت عندك إشاعات يوميا بتصدر في الشارع، عندك ناس بتحاول، كان في ناس نازلة عايزة تعمل مسيرة، وحد في التلفزيون يقول لهم انزلوا اعملوا مسيرة تبع الإخوان دي ناس يعني ضد نفسها. فاحنا لازم ما نستمعش للاشاعات، لازم نكون يعني كلنا على قلب رجل واحد الفتره دي، ونحاول ان احنا دايما نكون داعمين للوطن. ده بالنسبه لدور الدوله. دورنا احنا بقى ودور الشباب اللي في الشارع، ايه دورهم؟ دور الشباب الفتره دي ان احنا بنعمل حملات توعيه في الشارع، وبنبتدي ننزل مع الناس اللي هي بتضطر تنزل عشان العمل الخاص، بنقابلهم في الشارع ونبتدي نديهم زي بروشورز كده فيها اساليب الوقايه، وممكن نوزع عليهم في بعض الاوقات كمامات او جوانتيات او بعض المطهرات الخفيفه. ده طبعا كل ده استاذ محمد فضل. المشكله دلوقتي كمان ان كل ما تخش صيدليه ما فيش كمامات، والكمامات غاليه والسبرتو غالي. فندم دلوقتي ايه الحل في الموضوع ده؟ الحل ان منافذ القوات المسلحه دلوقتي اصبحت بتتيح كل التولز اللي احنا بنحتاجها دي، او المواطن بيحتاجها بسعر رخيص جدا، ويقدر المواطن ان هو يحصل عليها. النقطه دي عايز اكلمك فيها، بنشكر القوات المسلحه طبعا، بنشكرهم شكر كبير جدا كويس، والشرطه والدكاتره يا فندم على دماغنا، لان طبعاً هم عاملين زي ما بيقولوا صح وزياده، مجهود ولكن جبار. منافذ القوات المسلحه ممكن ناس تشتري منها وتبيع سوق سودا. لا، ما هو انا دلوقتي لازم انا كقوات مسلحه اما ابتدي ان انا اوفر السلعه، لازم ان انا ادي حد معين للمشتريات للشخص اللي بيشتري، الا بقى لو كان في حاله ان ده جمعيه ممكن توفر، او مؤسسه او حاجات من منظمات المجتمع المدني عايزه تنزل توزع مجانا. احنا اللي لازم يبقى عندنا وعي. انا ممكن ابعت نفسي وابعت ابني وابعت بنتي وابعت اخويا، فهمني، وفي النهايه اجي ابيعهم سوق سودا. دي مشكله نفوس بقى وضماير. حتى احنا لقينا الفتره اللي فاتت ان اول ما قالوا الازمه الناس ابتدت تلم الحاجات كتيره من السوق وتشتري رز ومكرونه وسكر وزيت. يا جماعه احنا مش عملوا جشع على السوبر ماركت، التجار ابتدوا يرفعوا سعر، لا رز ولا سكر ولا كرو، حتى الكورونا. يا فندم كل الادوات الطبيه الوقائيه اللي هي الجوانتي والكمامات والكحوليات والمطهرات بقت بتتباع في اسواق سوق سودا. يعني ده مشكله كبيره، واختفت تماما من المحال التجاريه اللي بالزبط. هي اللي بتبيعها سواء كان اجهزه طبيه او مستلزمات طبيه. ما هي دي بقى اللي احنا عايزين نوجهه للناس التجار. يا جماعه لازم يكون عندنا وعي في كل شيء. احنا اللي بندي مجال للتجار طبعا. احنا اللي بنقول لهم، والدوله بتعمل اللي عليها يا فندم. الدوله بتعمل اللي عليها، وبتنزل اجهزه حمايه المستهلك بالزبط. وبتعدي على المحلات ومدينا ارقام وبتحبس اللي بيبيع سوق سودا او طب احنا طيب ممكن انا كمواطن لازم المواطن لو مش لاقي الجوانتي ممكن يستبدل ده بغسيل ايده كل شويه. المشكله يعني ودي الوقايه السليمه، والصابون متوفر عندنا في البيت، والشاور، كل الحاجات دي متوفره في البيت. بص يا فندم، هو المرض المنتشر الفتره دي ده محتاج اكثر حاجه ليه ان هو الوقايه الخاصه ثم الوقايه العامه. الوقايه الخاصه ان انا دلوقتي اقي نفسي واقي اهل بيتي واقي كل المجتمع اللي انا بتعامل معاه عن طريق نظافتي الشخصيه والحاجات دي كلها. معنا مداخله من دكتوره امال نمر. صباح الخير عليك يا دكتوره. صباح النور عليكم جميعا. المجلس القومي للمراه ودور المراه في التوعيه، بنرحب بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. انا برحب بيكم كلكم بالاستاذ محمد الشيخ والساده المستمعين، وتحت امرك اتفضلي. عايزين نعرف دور المراه، وطبعا المراه دي دورها كبير قوي على مدار السنين، دورها في الازمه اللي احنا فيها. الحقيقه ان دور المراه ده دور فعال جدا، وهي اكيد دورها واضح، والدليل على كده يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على ده، وقال ان المراه المفروض ان هو بيعول عليها تعويل كبير جدا. تمام. اكيد احنا كلنا بنعمل توعيه كبيره جدا، حتى لو كانت عن طريق سواء كانت مسموعه او مرئيه، او احنا بنبتدي نكلم بعض الزملاء اللي احنا عارفينهم، اصدقائنا، جيراننا، بما ان التجمعات طبعا ممنوعه دلوقتي، فبالتالي بقى فيه مواقع التواصل الاجتماعي بقى عليها التوعيه كتيره جدا. بس نتمنى
ان التوعيه تكون من حد متخصص، لان دلوقتي بقى كتير جدا بيقول اي كلام والامور كلها بقت مختلطه على بعضها. تمام. انا كنت مع حضرتك وحضرتك بتقولي ان ممكن اللي عاوز كحل اللي عاوز جوينتي فبيروح القوات المسلحه ويشتري ويبيع في السوق السوداء. بالظبط. اكيد بتوع القوات المسلحه واعيين جدا، المنافذ بتاعتهم واعيه لده جدا، اذا حد بيتكرر عليهم والشكل بيبقى واضح لهم مره واتنين هم اكيد بياخدوا بالهم. دلوقتي يعني الناس بدأت، اعتقد ان الناس بقى خدت عزة والمفروض انها تتعظ من اللي حصل لنا ده، كله صحيح. يخاف على نفسه، يخاف على بلده، يخاف على جيرانه، يخاف على اولاده. الدولة الحقيقة عملت اجراءات استباقية كبيرة جدا، احنا يمكن اكتر دولة عملنا اجراءات استباقية، ويمكن الحمد لله عشان كده ربنا سبحانه وتعالى الحالات عندنا الى حد ما معقولة، وان شاء الله باذن الله يكون في خير الايام اللي جاية إن شاء الله. ونقضي على المرض ده يا رب، وده فيروس في الجو، وان شاء الله ربنا يقدر الدولة على المجهود اللي بتعمله، لكن احنا بس عاوزين الشعب الوعي، يساعد، يعني الوعي يا يوعي دكتورة. يساعد نفسه، الشعب صحيح. يساعد نفسه. احنا الدولة قالت لهم ورئيس الدولة قال لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ارجوكم انا خايف عليكم، ودي حاجة كويسة جدا ان احنا نلاقي رئيس دولة خايف على شعبه. احنا المفروض نساعده ونساعد رئيس الوزراء في القرارات اللي اخذها اللي هي لصالح الشعب. دلوقتي اغلب موظفين قاعدين في البيت وبياخدوا كل مستحقاتهم، يعني اعتقد ما فيش اكتر من كده، احنا بنقول لهم كل واحد التزموا بيوتكم، اقعد مع اولادك وبيتك وخلوها قاعده، انتوا كتير جدا بعاد عن بعض، الاسره بعيده عن بعضها، الاب ما كانش بيجي على الغداء ولا ما بيجيش الا يلاقي اولاده نايمين، انتوا في فرصه ان انتوا تقعدوا وتسترجعوا كده انكم تاخدوا اولادكم في حضنكم وتبتدوا تتكلموا معاهم، صحيح. تقربوا منهم، توعوهم على حب الوطن، توعوهم على النظافه، وبعدين هو مش المشكله مشكله الكحول، ما تغسل ايديك كل شويه وما في وده هيغني، يعني انت الكحول ده لو انت اصلا خارج بره البيت، لكن انت موجود في البيت هتحط كحول ليه؟ ما تغسل بنشكرك يا كل شويه. دكتورة عشان وقت الحلقة، بنشكرك طبعا جدا للمداخلة، وربنا يكتر من أمثالك. شكرا لمداخلتك من حكاية ولاد البلد. بنرجع ليك يا أستاذ محمد، عايزين نوجه بجد رسالة مش للشباب بس، لمصر، للشعب المصري. احنا عايزين نوجه الرسالة للشعب المصري، بنقول ان دولة الصين اللي كنا كلنا بنخاف منها وبنقول ان الصين خلاص هتروح، الصين دلوقتي احنا عايزين نقتد بيها، ازاي قدروا يخرجوا من المحنة دي ويعدوا فترة المرض عن طريق ايه؟ عن طريق التواجد في البيوت وعدم النزول تماما الا لشراء الحاجات والاهتمام والوقاية المهمة جدا خلال التعامل مع اي حاجة في الشارع. بعد كده الوقاية اللي تكون في البيت، وبناشد تاني مرة، يعني تاني مرة بناشد القطاع الخاص، او بناشد الدولة انها تضغط على القطاع الخاص بتقليل عدد العمالة على قدر المستطاع، لان احنا شفنا مناظر في المترو لسه بنشوفها لحد النهاردة ما ينفعش خالص ان احنا نقدر نواجه بيها المرض، والا هنتحول بعد كده لسكنات عسكرية، ان احنا بنحاول نحصر الاعداد الوفيات زي دول تانية، يعني ربنا يعزنا ربنا يعزنا من حاجة زي كده. فاحنا في ايدينا الحل من دلوقتي، ان احنا نقدر ان احنا نسيطر على انفسنا، ونقدر نسيطر على يعني ال 100 مليار اللي توجهت من الدولة دي. طيب ما في جزء كبير منها من الداخل للتضامن، العمالة اللي هي الغير المنتظمة، العمالة الغير منتظمة برضو لازم يكون في طرق جديدة للتواصل معاها، ولازم يكون في طرق اسهل، لان هم بيروحوا بيتكدسوا بعدد كبير جدا امام الاماكن اللي بتخصصها وزارة التضامن الاجتماعي علشان الحصول على المبلغ ال 500 جنيه للإعانة، بس ده برضو مكان لانتشار الفيروس. صحيح. فاحنا محتاجين ان احنا نحجم كل الكلام ده، ده دور الدولة، ان يبقى في علامات ارشادية او في زي كل الاماكن في الدول المتحضرة بنلاقي في مكان اللي هو الفوسفوري اللي بيبقى حاجة يعني الأرض. اشارة كده في الارض بتتلزق، وان كل مواطن بيقف عليها بينه وبين التاني متر.
احنا مثلا كدورنا بقى كشباب في الشارع ان احنا ابتدينا بنوزع الكمامات، ابتدينا بنرش المساجد والكنائس، ابتدينا بنرش قدام البيوت، لان في دكتور كذا دكتور احنا متابعين طبعا المالتي ميديا اول باول، ان في كذا دكتور اتكلم ان الشارع مهما يترش بكلور او اي مبيدات ما بيأثرش في حاجه، هو اهم حاجه الاماكن اللي بنمسكها. معلش انا بعتذر طبعا، وقت البرنامج خلص. بنشكرك لوجودك معانا النهارده، وان شاء الله تبقى معانا في حلقه ثانيه. ربنا يعدي الازمه دي على خير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. وبنشكر جمهورنا، ويا ريت بقى نكون استفدنا من الحلقه ديت، ونلتزم شويه اليومين دول لغايه ما تعدي الازمه دي على خير باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انتظرونا وحلقه جديده من حكايه ولاد البلد، وموضوع جامد وقوي يهمنا ويهمكم. مع السلامه.